رمضان أقمما منة المنان قد جاء يحمل منحة الرضوان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفة أيضا مع سورة الأنفال، نجد فيها التنويه بشأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فهؤلاء المهاجرون والأنصار الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والأنصار الذين آووا إخوانهم وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لهم شأنهم عند الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم. فلنعرف لهم قدرهم ولنترضى عنهم دائما، فقد بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بكل ما استطاعوا حتى وصل إلينا هذا الدين غضا طريا. أيضا يقول تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا تنبيه أن النصر من عند الله عز وجل، وأنه قد يأتي للضعيف مهما بلغ من الضعف، فالنصر من عند الله كما قال تعالى أيضا: وما النصر إلا من عند الله. فأيها الضعفاء، أيها المقهورون، أيها المظلومون، لا تيأسوا من روح الله، فإن النصر بيد الله والنصر من عند الله عز وجل. ينصر من يشاء مهما بلغ الإنسان من الضعف، فما عليه إلا أن يتخذ الأسباب ثم يتوكل على الله عز وجل ويطلب منه النصر، فما النصر إلا من عند الله عز وجل. ويقول سبحانه في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا يوجب علينا البعد عما يسخط الله عز وجل، يوجب علينا البعد عن المعاصي، يوجب علينا الالتزام بالأوامر والانتهاء عن النواهي، وأن نطلب بعد ذلك النصر من عند الله. وأيضا يقول سبحانه: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إشارة واضحة إلا أن شكر النعم من أسباب عون الله. أيضا من كانت عنده نعمة فليشكرها، فهي من أسباب عون الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يفرج عنا وأن ينصرنا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين.